بنرحب بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في تاني فقراتنا الحوارية اللي هنستكمل فيها كلامنا برضو عن تحقيق الأهداف وما إلى ذلك. لسه كنا بنتكلم من شوية وقلنا إزاي نحقق الأهداف بتاعتنا، لكن أحيانا وإحنا ماشيين في طريقنا كده تحقيق الأهداف بتواجهنا بعض الصعوبات والمشكلات قد تودي بنا إلى مرض نفسي اسمه الإحباط. أوكي، طيب إذا قلنا إن الإحباط مرض نفسي زيه زي اي مرض، ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا غدد ليمفاويه، عمل لنا جهاز مناعه لمقاومه الامراض والفيروسات والميكروبات وما الى ذلك. كمان النفس البشريه فيها مجموعه اجهزه بتقاوم هذا الاحباط، ودرجه تعاملنا مع الاحباط متفاوته. في ناس بتقدر تتخطى الاحباط، وفي ناس ما بتقدرش تتخطاه، وفي ناس مع كل صدمه ومع كل مشكله بتوقف خالص، بتطفي المكنه او بتطفي الموتور او بتشيل الفيشه زي ما بنقول كده بالمصطلح الشعبي الدارج، وبتبتدي بقى تتنازل عن أهدافها وتتنازل عن أحلامها. كيف نقاوم هذا الإحباط؟ إذا كان إحنا مناعتنا ضعيفة ضد الإحباط، كيف نقوي هذه المناعة؟ ده موضوعنا في هذه الفقرة مع دكتورة هدى عصمت استشاري أسري. برحب بحضرتك فندم، أهلا وسهلا. أنا عايز تعريف علمي بس للإحباط ونقول للناس ما هو الإحباط. بسم الله الرحمن الرحيم. الإحباط هنقول هو مجموعة من العوامل المحيطة بالإنسان نفسه بتكون رافضة أو عائق لتحديد أو تحقيق الهدف بتاعه. أوكي؟ أو ممكن نسميه تاني بنقول عليه مقاومة الناتج، يعني في حاجة حصلت وأنا رافضها مش عايزها، مقاوم ليها، فبيبقى نتيجتها على طول الإحباط. أنا مش مع حضرتك إن الإحباط مرض نفسي. مبدئيا ما بيبقاش مرض نفسي، ده هيخلينا نتطرق لان احنا نقول ان الاحباط بينقسم لنوعين، في احباط مؤقت وفي احباط دائم. الاحباط المؤقت زي ما انا مثلا قابلك الصبح وانت داخل الشغل بتاعك واقول لك انا مليش نفس اشتغل النهارده. يا شيخ ليه ما لكش نفس؟ لا حاول. فتقول لا مليش نفس. بعدين يجي وقت الشغل او المشاركه تلاقي نفسك جاي بتشارك. اي نعم كفاءتك في المشاركه اقل شويه لكن بتشارك. في الحاله دي هنقول ان انت شخصيه عندها احباط مؤقت. ودايما بيحصل اللي هو بيصاب بالاحباط المؤقت ده شخص عنده نسبه عاليه من القلق والتوتر، فبيبقى ده دايما محور تفكيره او تركيزه بطريقه القلق والخوف دايما. طيب الشخص بتاع الإحباط المؤقت ده كلها وقت قصير وبيروح، فبكتير قوي هو بيتعلم إن هو نقول له لأ ما تقلقش وسلم الأمر لله وادرس واعرف. لكن الشخص اللي هو فيه مشكلة فيه واللي هو ممكن يتحول لجزء مرضي اللي هو عنده الإحباط اللي هو بيبقى دائم بياخد وقت طويل. الإحباط الدائم ده معناها بيعرقله، ده هيتطرق بينا إن احنا ندخل ونشوف ايه هي علامات الاحباط. قبل ما ندخل لعلامات الاحباط ايه، طيب ما تيجي نشوف سيدنا علي جه في يوم حد من الناس ساله ايه اشد خلق الله؟ فرح قال الحديد. الحديد ده قوي جدا مش ممكن اي حاجه تغلب عليه. فجه بص لقى النار بتسيح الحديد، فقال يبقى اشد خلق الله النار. ليه النار بتطفي بالنار بالميه؟ فقال الميه. ليه الميه بتيجي من السحاب؟ فقال السحاب. فين السحاب؟ في السماء. يبقى السماء. ايه بعد كده؟ قال الرياح. ليه الرياح بتصدها الجبال؟ فقال يبقى الجبال اقوى. بعد شويه لقي الانسان بيتسلق الجبال، بيكسر الجبال كمان، فخلاص يبقى الانسان اقوى. جه في الاخر قال له النوم بيغلب الانسان، وانت تعبان مش بتنام؟ خلاص يبقى غلبك قومك، مهما تكون بتقاوم النوم في وقت بتيجي بتستسلم وتنام. صحيح. طب خلاص يبقى النوم قوي جدا. قال له لا، في حاجه بتمنع النوم. قال له ايه؟ الهم. قال يا سبحان الله، يعني اقوى حاجه الهم؟ قال له لكن الاقوى منها وبيكرهها وبيكرهها الايه؟ ذكر الله. يعني احنا نتذكر بذكر الله بتطمئن القلوب. صحيح. مجرد ان انا اتذكر الله باخد طاقه وبقفل على الهم. طيب ماشي خلاص، يبقى الهم ليه علاج. جه حديث بتقول ان احنا دايما يفضل ان احنا نبدا يومنا بنقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والحزن صحيح. والعجز والكسل والكسل والجبن والبخل
وغلبت الدين وقهر الرجال. في كل الحديث ده هي الاستراتيجي بتاع ازاي انت تتغلب على الاحباط. طيب ما تيجي نقول الاول، هو الاحباط ده حاجه وحشه؟ لا، احيانا بيكون دافع. يبقى الاحباط منه الايجابي والسلبي. ومنه السلبي صحيح. الاحباط الايجابي ان انا اقف وادرس وانا وصلت للنقطه دي ليه وانا احبطت ليه. الاحباط السلبي اللي هو هينقلني على الاحباط الدائم الاستسلام، اللي هو هعجز واقف واقول انا مش هقدر أرفع اعمل حاجه. طيب معنى كده ان الاحباط ليه علامات؟ ايوه، العلامات دي من فضلكم تبقى علامات تنبيهيه ناخد بالنا منها. اولها ان انت ما يبقاش عندك رغبه، ما عندكش دافع لاي حاجه. طيب وبس؟ عندي فقد للشهيه، ما باكلش كويس. وبس؟ لا، كمان ما بنامش كويس. وبس؟ يعني مش شرط على فكره، في ناس لما بيجي لها احباط تقعد تاكل اكتر. بس في علامات صحيح. لا اتس اوكي، ممكن انا معاك ان هو ممكن ياكل اكتر، لكن ايه الغالب؟ بيبقى ان هو ما بياكلش. سواء بياكل او ما بياكلش، الاثنين دول بيلغوا الكونتاكت مع البرين، مع المخ، ان صح. هو يعي ايه اللي بيحصل. عدم القدره على التركيز. زي مثلا ايه اما تيجي تقول لحد ايه والله ما تطلبش منه شغل لان هو عنده مشكله ومحبط شويه مش هيركز، فما تطلبش منه حاجه لان هو مش مركز. يبقى عدم التركيز ده ايضا بيقول لي ان انا في حاله احباط. صحيح. طيب ايه تاني؟ قال لي كمان مع كل الحاجات اللي بتوصلنا دي وبتقول لنا، اول ما أنشطة الحياة اليومية بتاعتي بتقل عن المعتاد، ده ألارم ان انا في something wrong، في حاجة غلط، في حاجة غلط لازم تصحى. في الحالة دي هقدر اتعامل معها. طيب هو الإحباط ليه اسباب؟ في اسباب اقتصادية، يعني مثلا انا فقير ما معيش الفلوس اللي ممكن توفر لي حياة كريمة وتوفر لي التعليم اللي انا نفسي فيه او الامال اللي انا عايزاه. في اسباب ذاتيه، زي مثلا للجسم اللي عنده اعاقه ما تقدرش تحقق تخليه يحقق الحاجه اللي عايزها، اعاقه سواء جسمانيه او اعاقه ذهنيه. بس لا، في كمان عوامل اسباب اجتماعيه، في كمان عوامل للاسره والبيئه والعمل تسبب احباط طبعا. لا، في كمان لو في مرض والمرض ده مزمن وليه اعراض متلاحقه. طيب هي ممكن المرض ده مزمن وليه اعراض متلاحقه، ده جسماني اوريدي موجود، لكن في حاجه كمان احنا لازم ناخد بالنا منها، ممكن واحد يشكي باعراض المرض وهو اوريدي ما عندوش المرض. ليه؟ صحيح. من الاحباط. بيسمى ايه ده؟ سيلف ديفنس، نوع من انواع الدفاع عن النفس في الاعلان ان في حاجه يا جماعه بتوجعني، ده عايز نوع اهتمام. من الاهتمام. في الحاله دي واجب ان احنا نهتم بيه. طب احنا كده عرفنا الاسباب. طب ايه رايك بقى لما نقول ايه نعمل ايه؟ ايه الاسباب دي هتؤدي بينا للاحباط؟ طيب. بس قبل ما نقول هنعمل ايه، انا عايز بس افرق بين اصناف الناس، عشان في ناس مش محتاجه تسمع الكلام ده، في ناس عندها نوع من انواع المقاومه الذاتيه للاحباط لوحدهم بيعدوا، وفي ناس فعلا بتقع في شرك الاحباط. خليني الاول اعرف مين هو اللي مقاومته عاليه للاحباط فما بقاش خايف عليه. أيوة. ومين هو اللي انا محتاج اركز معاه قوي واقول له بقى الكلام اللي حضرتك هتقوليه ده؟ طيب احنا هنيجي بحاجه بسيطه خالص، هقول لك ايه اولويات استاذ محمد. هيقول لي مثلا هجاوب عنك. اتفضلي. هيقول لي مثلا انا اول حاجه اللي عندي بابا وماما، بعديها اولادي، بعديها اسرتي. انا هقول لك لا، انا مش موافقه. ليه؟ فين محمد؟ اما انت بتقولي الحاجات دي، فين محمد؟ فين الشخص نفسه؟ فين انت؟ انت الوقود للباقي. زي مثلا هنكون راكبين طياره وفي تعليمات في الطياره، لو سمحت مثلا لو الاكسجين نزل وابنك جنبك البس انت الاول وبعد كده ساعد الاخرين، وساعد الاخرين او ساعد ابنك. صحيح. عارف لما انا اقول لك ابنك معناها ان انا بقول لك ده حاجه، ده ابنك يعني فرزات الاباء يعني بقى، يعني ده قبل اي حاجه انت هتبديه عن نفسك. طيب ايه الحكمه من كده؟ ان انا لو انا اللي بقود الموقف مش كامل لتقديم الخدمه لما هو اقل قدره، يبقى انا وهو بننتهي. صح. لكن لما اخد انا الاكسجين هستوعب نفسي
وهقدر ادي الخدمه لما هو اقل على القدره ان هو ياخد الخدمه. يبقى انا كده قفت. يبقى يوم ما تيجي تقول لي وتكلمني عن نفسك او عن اولوياتك، لو سمحت من فضلك، لو سمحت للمره المليون، حط نفسك الاول. ده مش انانيه على فكره اللي حضرتك بتكلمي ده نصيحتي لكل الناس، ويمكن تحديدا كمان بوجه الكلام ده للامهات وربات البيوت، والام اللي بتفرم نفسها عشان خاطر البيت، وفي الاخر لما بتقع البيت كله بيقع. تمام. يعني دايما بنصح اقول للستات وللامهات تحديدا، خلي لنفسك نص يوم، نص ساعه في اليوم بتاعتك، لا فيها اولاد ولا فيها زوج ولا فيها اهل ولا فيها اي حاجه، ليكي انت. مش يعني، او يوم في الاسبوع، يوم فري، لانك لو ما عملتيش كده، لا يوم يعني واتيفر، بس يعني بس في وقت، هي حددي وقت، حددي وقت في اليوم بتاعك انت لوحدك، مش بتاع ولا حد، ما تدخليش في اي حد، عشان تقدري توصلي. انا مش بقولك عشان يعني تقدري توصلي في انك تأدي دورك، والا هتقعي انت والبيت. تمام. ليه؟ لان هي العنصر الاساسي او العمود الاساسي، فلازم انا اعمل لك صيانه كويس. أيوة. بحيث ان انت تقدر تشيل باقي الاعباء. طيب خلاص انا عملت لك صيانه وانت كويس كده. تمام. لا. تعالى، انت بتسالني على انواع الاشخاص ومين يقدر ومين ما يقدرش. طب تعالى بقى الاول بص الحاجات الاساسيه. ايه هي الحاجات الاساسيه؟ اربع حاجات. اولا الجسمانيه، اهتم بالناحية الجسمانية. ايه هي الناحية الجسمانية؟ ان انا اشوف صحتي، ان انا اشوف اكلي وشربي، ان انا اشوف نومي. دي عناصر اساسية طبعا لازم تكتمل عشان هتعكس على الشخصية. طبعا. مثلا لو احنا جينا كلمنا حد وبعدين رد علينا بعصبية ونرفزة، ده على طول انا ممكن افكر واشك في عدد ساعات نومه، ان هو ممكن تكون ساعات نومه طبعا اقل. صحيح. يبقى معنى كده ان اعصابه ملتهبه، معنى كده ما عندوش قدره الاستقبال والامتصاص والعكس. صح، برافو عليك. الامتصاص صحيح مش موجود، فبيعكس على طول، فبالتالي بيديني حاجه قويه ريجيد ممكن انا ما اتقبلهاش. مظبوط. هنيجي للنقطه اللي بعديها، الجيب. ايه ده؟ هو الجيب ده من الايقونات او الحاجات اللي نبص عليها بالنسبه للشخص. قال لي الجيب ده بيتطلب المهنه بتاعته، هو بيشتغل ايه، دخله، اخباره ايه، هل هو بيعرف يقيم احتياجاته، النيدز والوانتس، الحاجات اللي هو عايزها والحاجات اللي هي واجب عليه. لو هو بيعرف الحاجات دي، طب هيبقى هايل، يبقى عارف يعمل أولويات. يبقى برضو هيبقى عندي شخص بيقدر يحدد هو عايز إيه ويقدر يعمل أولويات. تعالى بقى يا أستاذ محمد أقول لك على النقطة اللي بعديها، القلب. إيه ده؟ هو القلب ده محتاج إن إحنا نقف عليه ونقف له ونقول ده حاجة مهمة. القلب ده قوة فظيعة، وخاصة بقى لو كان ارتباطها بربنا سبحانه وتعالى عالي جدا. طبعا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسد والروح. أكيد. الجسد معروف، أنا آكل وأشرب وأخرج أتفسح وألبس وكل حاجة، ده الجسد. الروح إيه علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ صحيح. لازم تكون بتسلم بأن كل حاجة بمقدار، وأن ربنا بيختاره لك هو الأسلم والأصح. طيب ده اللي بيرجعنا للدعاء اللي احنا الأول قلنا اللهم إني أعوذ بك، يبقى الاستعاذة بربنا سبحانه وتعالى من الهم. وبس؟ لا، مهم جدا إحنا يكون لينا أصحاب، ونكون أصحاب بنحبهم. شرط نكون بنحبهم، لأن اللي بنحبهم هيوجهونا لما إيه هو أحسن وبيخدمنا، لأن هو هيبص عامة للمنفعة ليا، عشان هو شخص اللي بيقوده الحب. وما بالك بقى لو في أيقونة الحب نفسها، طاقة الحب، طاقة جبارة. يعني مثلا هنشوف بعض الناس مثلا يقول ايه ده، إيه انت تقدر تعمل كذا، يقول له انا اقدر. ليه؟ لاني انا بحبك. فكلمة الحب دي في حد ذاتها حتى لو ملهاش طرق ملموسة، لكن الاسير نفسه بيدي طاقة. مجرد ان انا اعمل لك ري اشورنس، طمأنينة بالكلمة دي، بتديك طاقة. طاقة صحيح. الحاجة اللي بعد كده، انا بحب الاهل. لازم تحب الاهل. ليه؟ لان هم دول البيئه اللي حواليك. لو البيئه اللي حواليك مش قويه لاعاده شحنك، يبقى قول ان انت بتخلص اول باول، وان انت عرضه للاحباط. يبقى كل ما كانت المناعه اللي حواليك قويه، كل ما انت بتعيد شحنك. لان الانسان في العادي لازم يحبط، لازم في حاجات تضايقه، فمحتاج يتكلم، فما بيتكلم بيعمل اعاده شحن.
يبقى أفهم من كده أن الإنسان الأكثر مقاومة للإحباط هو الإنسان اللي المجموعة اللي حواليه العلاقات بينها بتحبه، وهو الإنسان اللي منظم وقته، اللي مشاعره منضبطة، اللي بيلاقي وقت لنفسه عشان يروح عن نفسه ويعمل إعادة شحن وإعادة صياغة لمجهوده مرة أخرى، والإنسان اللي حاطط يعني عنده أهداف صغيرة قبل للتنفيذ، الإنسان اللي بيشتغل على نفسه، هو ده الإنسان اللي بيكون أقل عرضة للإحباط، وإن تعرض للإحباط يعني بيتخطاه. وكمان بقى يا أستاذ محمد ضيف، يبقى عندك هواية، لو سمحت يبقى عندك هواية، لأن أنت هتحتاجها، لأن دي في بعض أوقات هتعمل لك إعادة شحن. خلاص أنت عندك هواية، تعالى بقى النقطة الرابعة، العقل. أنا محتاج العقل، ما هو إلا معرفة. لو سمحت يبقى عندك معرفة في أي اتجاه أنت عايزه، علشان ده اللي هيخليك ويوضح لك إيه هي الحاجة الأسلم والأفضل، لأن بالمعلومات أنت هتقدر تميز إيه الصح وإيه الغلط. طيب خلاص كده. طيب نوعية الأشخاص نفسهم، أي شخص في الدنيا لازم لو سمحت من فضلك الحاجة اللي أنت عايزها حدد هدفك، خل هدفك واضح، يعني ما تقولش انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، مجموعه من الاهداف، انا عايز ابقى كويس او عايز ابقى كويس، حاجه غير واضحه، لكن لا، حدد الحاجه اللي انت عايزها. انا عايز اكون مثلا ضابط، خلاص ضابط كليه الشرطه، هشوف الحاجات اللي هي بتحتاجها، هبدا ادرسها واجهزها. يبقى انا وضحته. طب ايه رايك كمان انت كتبته بوضوح، تخيله، تخيل ان انت بتحضر الطابور، تخيل اللبس اللي انت بتعمله، تخيل ان انت اوريدي اتخرجت، ولما توصل لان انت اتخرجت وبقيت ضابط، ما تخليش حلمك يقف لحد كده، لا، انت لازم تفكر فيما بعد بما يحصل بالمشاكل. ده يتطلب منك المعرفة والعلم، طبعا. ان انت تعرف الضابط بيواجه ايه، وهل انا اقدر اتعامل مع الحاجة دي او لا. ده معناها ان انت بتبرمج نفسك، انت ما هو الا انتاج افكارك. عايز تبقى الكويس، افكارك تتغير، هيبقى سلوكك متغير. لسه كنا بنتكلم على المقوله بتاعت غاندي، اللي هي ان الفكره في الاخر هتوصل بيك لمصير، لان الفكره هتحول لسلوك، والسلوك تحول لافعال وكلام، والكلام والافعال هم اللي هيحددوا المصير. وعايز بقى يعني برضو اضرب مثل بسيط جدا، احيانا انت بتبقى في دماغك عايزة تشتري مثلا حاجة معينة، بلوزة معينة لونها كذا، تمام. طول ما انت الفكرة في دماغك، كل حواسك بتخدم هذا الموضوع، بمعنى انك اذا قعدتي في قعدة وتكلموا عن البلوزة اللي انت عايزاها، تلاقي نفسك عملت كده رغم ان الحوار داير، بس يعني لانها في عقلك الباطن، فهتليك انتبهتي. لو نزلتي في السوق بتشوفي 100 محل وفجأة اركن العربية هنا لقيتها، لان انت شحنة نفسك، عارفة انت عايزة ايه. شكلك كده اتفرجت على فيلم ذا سيكريت. لا خالص والله، بس هي حقيقة فعلا، لان انا لاحظت ده. يعني ليه انا ببقى في دماغي ان انا اشتري حاجة معينة او عايز حاجة معينة بلاقيها، رغم اني اذا نزلت في وانا مش عايزها بتعدي من قدامي مليون مرة وما بشوفهاش. ليه بشوفها في اللحظة اللي انا عايزها اصلا، او العقل الباطن بيفكر فيها؟ لان اعتقد ان الحواس كلها بتخدم الهدف اللي في عقلك الباطن. انا هقول لحضرتك تفسير الحاجه دي. انا مثلا هكون بحب حاجه، بجمع التفكير بتاعها، بتخيلها، معناها ان انا بظبط ترددي. كلمه تردد دي مش احنا عارفينها في الاسير والقنوات؟ طب ما كل الاسير والقنوات انت بتقعد تغير من رقم لرقم، فبيجيب لك قناه وقناه وقناه، صحيح، حسب التردد بتاعك. انت ظابط تردد جسمك على الحاجة اللي انت بتتخيلها، زي بنقول معامل جذب، لكن انت بتتخيل في مستوى قدراتك، عارف ان انا ممكن اجيب الحاجة دي، ولو زودت المجهود شوية، فبيبدأ تظبط التردد على الحاجة الموافقة. وزي ما نيوتن قال، اللاركت بيحصل اتاتشمنت، يعني الحاجات المتشابهة بتنجذب، تلاقي نفسك رحت للحاجة دي وجبتها. صحيح، الودن بتخدم، العقل بيخدم، العين بتخدم، المناخير، كل الحواس بتخدم الهدف اللي انت عايزه فعلا. يعني حتى لو بتشوفوا انتوا، اي حد منكم يمكن تعرض لهذه التجربة، بتسمعوا عن مساكن الشباب ومش عارف ايه، عايزين ناخد شقة، تلاقي نفسك قاعد كده في الباص وتلاقي فيه حوار من بعيد، بعديك بثلاث اربع كراسي فاتحين الموضوع، تلاقي نفسك ودنك راحت لوحدك
اوتوماتيك، هي ودنك بتخدم الموضوع، عينك بتخدم الموضوع، زي ما دكتورة هدى بتتكلم، طول ما ليك هدف هتلاقي كل حواسك او التردد بتاعك، كل حواسك بتخدم هذا التردد، كل الحواس، عقل، عين، انف، لمس، كل الحاجات بتخدم نفس هذا التوجه. نرجع بقى تاني لنصائح، احنا قلنا مين هو الانسان اللي مش هيتعرض للاحباط او الاقل عرضه للاحباط، عايزين نتكلم بقى عن الانسان اكثر عرضه للاحباط، لان بصراحه في ناس كتير بتولد في ظروف اجتماعيه مش منضبطه، واحد لقى والده عنده مشكله، والدته عندها مشكله، عنده اخ كبير متعرض لمشاكل، هو ساكن في بيئه برضه فيها مشاكل، بيبقى ده حجم الاحباط بتاعه اكبر. تمام. يعني تخطيه بصراحه بيبقى محتاج كتير. بطوله اكبر. ده بيبقى كتير جدا، وده مش هنقدر نقول له ما تحبطش، لكن هنقول له احبط، لكن بمقدار، يعني انت ازعل لكن اخرج وقول ما فيش مشكلة، انا هعيش حياتي. زي مثلا لو احنا على سبيل المثال مثلا نكسة 67، الشعب كله حزين والناس كلها حزينة وهتلاقيهم كلهم زعلانين، لكن ده ما يمنعش ان في ناس اتجوزت وناس اتخرجت وناس فتحت بيت وناس خلفت. ده معناها صحيح. ان الممارسات بتاع الحياة تمارس وتمشي عادي. طيب انا معناها كده ان انا مهتمش بالشكل العام؟ لا، اهتم بالشكل العام. بس قبل ما تهتم بالشكل العام كون صاحب فكرة شخصية، عشان ما تكونش امعه. المحبط ياخدك معاه، الحزين ياخدك معاه، القلق ياخدك معاه، الشخص الفاضي تروح معاه، فانت كده امعه، بتروح هنا وبتروح هنا وفنيت نفسك. لا، كون الفكره بتاعتك وابدا بنفسك اللي هي الدايره. انا هبدا عايزه اعكس على نفسي، اغير في المجتمع، نفسي المجتمع يبقى كويس، ايه الحاجات اللي بتحصل دي. ابدا الاول بنفسك، تمكنت من نفسك وقدراتك بالعوامل الأربعة اللي احنا قلنا عليهم، الجسم والقلب والجيب والعقل، خلاص أنا تمكنت منهم، هبدأ في الدائرة القريبة وكذلك الدائرة الأكبر وكذلك الدائرة الأكبر، وهيحصل عملية الاتصال. يبقى هو الفرد الأسرة، وأسرة جنب أسرة هي المجتمع. يبقى أنا هبدأ أغير، يعني مش أنا أقول بقى إيه، أنا مش هتغير إلا لما يحصل تغيير في أكبر حاجة. لا، أبدأ بنفسي وبعدين أخد الخطوة اللي بعديها وبعدين اللي بعديها، هيبقى فيه جيد التوصيل. أنا هعتبر بيت القصيد في فقرتنا النهاردة اهتم بنفسك، هي مش أنانية، بس انت لما بتكون مالك ادواتك وانت بصحه نفسيه كويسه وبالك رايق، بتقدر تختم ولادك، تقدر تختم زوجتك، تقدر تختم مجتمعك، تقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي. انما انت طول ما انت مستهلك وطول ما انت على طول، مش هتقدر لا تخدم نفسك ولا ولادك ولا اسرتك، وفي الاخر كل المعبد هيقع على دماغك. احنا هنختم استاذ محمد. نعم يا فندم. هنختم. طيب ممكن بس دقيقه؟ اتفضلي. اوكي، يبقى احنا نقول، عشان احنا ما قلناش ازاي نتخلص من الاحباط. اول حاجه اعمل تمرين التنفس، دخل نفس قوي وخرجه بالراحه، ده بيعمل تهدئه للاعصاب. الحاجه الثانيه، اتكلم مع حد من الاقرناء بصحابك القريب منك، محل الثقه، محل الثقه للمره الثانيه. بعديها اخرج من مكانك، الحركه وهي دي الاساس، لان الفكره السلبيه بتجيب سلبيه بتجيب سلبيه. صحيح. الحاجه اللي بعديها والاخيره، عيد تكوينك من اول وجديد، اهتم بصحتك، لان كل الحاجات دي انتاجك انت نفسك. أوكي. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة هدى عصمت استشاري أسري على هذه الإيضاحات، ونبتدي بنفسنا عشان إحنا اللي هنقدر نساعد الآخرين طول ما إحنا سلام. إذا إحنا مش سلام مش هنقدر نساعد الآخرين، وحاولوا تقاوموا الإحباط بهذه النصائح. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة هدى. هنطلع فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، ونرجع لكم في آخر فقراتنا الحوارية بعد الفاصل، تابعونا.